احنا بنتطلع ل يعني التعاون مع مثل هذا التحالف، تحالف بين شركه جرين بلانت وشركه بيئه، بهذا التحالف. وعندنا امل كبير جدا ان زي ما مدينه شرم الشيخ جميله ونظيفه اجمل وانظف، لان احنا عايزين عالميه، العالميه هتبقى عن طريق هذا التحالف. لان احنا احنا مضبين شرم ومنظفينها ومطورينها. وبعدين لحسن الطالع بقى ان احنا من 1-10 ما عندناش، خلاص احنا بنقفل ال 35 مشروع اللي شغالين فيهم، بين طاقه خضراء وطاقه شمسيه ومحطات شحن وشوارع بتوسع وبيعاد تخطيطها وبيعاد توسعتها، حاجات ضخمه جدا. هتشوفوا حاجات شرم الشيخ كما موجود في الخارج. التخطيط والجزء الخاص بالسياسات، وده يمكن احنا بدأناه كمان من 2018، من اول ما بدأنا نطور قطاع البيئة، فكرة المحميات، الاستثمار في المحميات، دخول القطاع الخاص، فكرة ان انت ما تبقيش كلها غرامات، تبتدي ان انت تتصالحي مع الجزء الخاص بالصناعة ويقدروا ان هم يعملوا كفاءة استخدام طاقة. فده بتحتاج الفرشة ان انت تعمليها، محتاجة فرشة زي قانون تنظيم إدارة المخلفات يديكي ويطلق العنان للقطاع الخاص ان هو تقدري تعملي تحالف مصري اماراتي عشان تقدري تعملي هذه المنظومة. وجود هذا القانون وهذه الحوافز اللي احنا بنحطها، ما كانش هيجي المستثمر عشان يقدر ان هو يقول انا كقطاع خاص هشتغل في هذه المدينة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المحور التاني محور الطاقة الجديدة والمتجددة في مدينة شرم الشيخ، سواء في الفنادق او عند قاعة المؤتمرات او في المحميات الطبيعية او في متحف شرم الشيخ او في المطار. احنا خلال الفترة اللي فاتت اخذنا مجهود طويل جدا على مدار 9 شهور اللي فاتوا عشان نحضر النهاردة المراسم اللي احنا شايفينها النهاردة، ونبقى نحتفل بتوقيع العقد. العقد خد مننا شهور بحيث ان احنا نقدر ننقل مدينه شرم الشيخ نقله حضاريه ثانيه اكثر ما هي موجوده، بحيث ان احنا نعمل منظومه للمخلفات، ننهي على المخلفات الموجوده هنا خالص، بحيث ان احنا يبقى كل العربيات والمعدات، يمكن مع الوزير اشارت الكلام ده في المؤتمر الصحفي، هي عربيات صديقه للبيئه تشتغل بالكهرباء، في فصل المنبع في كل انواع المخلفات، ويمكن ده لاول مره في مدينه مصريه. الشباب والعاملين الموجودين عم نعمل لهم منظومة خاصة بعملية التطبع وعملية النقل وعملية التخلص الآمن من المخلفات. سعداء اليوم بمشاركتنا في هذه، أنا أعتبرها احتفالية كبيرة، مشروع شرم الشيخ، مشروع نظافة شرم الشيخ. تعتبر شرم الشيخ من أحد أهم المدن السياحية في جمهورية مصر العربية. سعداء مشاركتنا اليوم في هذه الاحتفالية وتوقيع الاتفاقية، سعداء مع وجودنا مع شركاتنا الاستراتيجيين، شركة جرين بلانت، وراح إن شاء الله نبدأ في تنفيذ المشروع في القريب العاجل. راح نشارك في مؤتمر كوب 27، وراح تكون مشاركتنا فعالة من خلال العديد من الآليات والحديثة في مجال إعادة التدوير وكذلك النظافة.